يا رب يا اخويا بقى تبقى راضي عني ونايم مرتاح. الحمد لله ولادنا كلهم يا اخويا زي الفل، هي بس البت نجوى طالعه كده مصلحيه وعايقه حبتين، بس ما تقلقش صيناك وصينا اسمك واسم اخوها. حمزه بقى ده حاجه تانية، بسم الله ما شاء الله عليه زي الورد. طب وانا الولد باشا فقط وحصريا على CBC في رمضان.